على فين العزم ست ليلى؟ رايحه لامي قادريه اقعد معاها شويه. ايه صح برضه. لا لا في ايه؟ مفيش خروج من البيت. اللي عايزنا يجينا لغايه هنا. معلش يا اخويا مخنوقه شويه. مفيش حاجه اسمها خانقه. انت لازم تبقي فرحانه مبسوطه. انت عايز تاكل؟ واكل واكل وشارب في ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه مالك؟ يا معلم يا جبريل يا سيد المعلمين بلا نيلة. ايه رايك؟ حلوة وسعرها حلو. سعرها حلو بس سعرها دلعني. ايه يا بيبي؟ العقارات مضمونة، اللي تدفعه دلوقتي هيجي لك بكرة أكتر منه، وأنا قلت لك الكلام ده قبل كده. صراحة بصراحة ماشي. حلوة. حلوة قوي. وأنت عارف بقى لو كانوا هيدفعونا تمن التحف دي كنا ندفع قد إيه؟ فارق إيه؟ ما تسيبك موضوع التحف ده عشان كان في سر كده كنت عايز اقوله لك. سر ايه؟ يعني سر كده، انت عارفه يعني من اسس الحياه لما يكون في فيلا جديده يبقى في اسرار جديده. هي دي الاسس. حضرتك في الادمان نسيتك الاسس دي. تعالى.